في القرن العاشر الخلافة الفاطمية الشيعية كانت حاكمة قيادة الدول الإسلامية. في الجزائر القبائل الأمازيغية المسلمة كانت في منافسة مستمرة ما بينتها والخلافة للحكم على شمال إفريقيا. في هذا الوقت كانوا خاصة زوج قبائل كبار ما يتفهموش، الصنحاجة والزناتية. بعد عدة حروب بينتهم ربحوا الصنحاجة على رأسهم القائد زيري بن مناد اللي تحالف مع الفاطميون. زيري بن مناد ولا حاكم هذه المنطقة الكبيرة وسماها الدولة الزيرية. وكاين مؤرخون يقولوا باللي اسم بلادنا جا من هذا الأمير. زيري بن مناد قرر يبني عاصمة جديدة مجبودة في جويها البرواقية في جبل تيتري، سماها أشير ورجعها مدينة كبيرة وغنية. بعد ما مات زيري طلع وليده بولوغين. بولوغين ابن زيري بدل تاني عاصمة وراح لألجي اللي بنى لها أول قصبة دفاعية وسمها الزاير بن مزغنة. ولات ألجي مدينة كبيرة ذو قوة اقتصادية بانفتاحها على البحر. بعد ما مات بولوغين وليده حماد ورد تاني بالحكم. بصح حماد جبت روحه على الزيريين، حبي أسس دولة تاعو، دولة الحمديون. عاصمتها جديدة في سهوب الحضنة بين مسيلة والبرج واللي معروفة باسم قلعة بن حماد. هاد المدينة كانت غنية بزاف ومركز تجاري كبير، فيها عدة قصور ملكية، أسلحة متطورة وخزانات كبار تاع القمح. مع الوقت زادت كبرت دولة الحمديون حتى الميناء تاع بجاية اللي ولات العاصمة الثانية. بصح الفاطميون تاع مصر كانوا يشوفوا من البعيد وما عجبهمش الحال، كي الزيريون والحمديون بداو يتطوروا هكذا بعاد على المراقبة ديالهم. إما لبعتوا لهم قبائل بني هلال باش يحبسوا تطور هاد المملكة الجديدة. وهكذا طاحوا نهائيا مدن أشير وقلعة بني حماد. محلى معرفتنا الكل كبيرة وصغيرة في حكي على الزمان، زيدوا نعرفوا حوايج كثيرة وإحنا متمنينكم رمضان مزيان. خليناكم في الأمان.